سنقرئك فلا تنسى. يهل علينا شهر رمضان المبارك، شهر البر والإحسان، شهر الصيام والقيام والتودد والتراحم والتكاتف، شهر العطاء بسخاء، لأنه شهر الصدقة سرا وعلانية. والله عز وجل يقول كل الشهور لابن آدم إلا رمضان فهو لي وأنا أجزي به. فرمضان شهر الخير، شهر الطاعات، شهر العبادات، هذا الشهر الذي تلتم فيه العائلة المسلمة على سفرة واحدة، على مائدة واحدة، الأب، الابن، الزوجة، الأخ، الشقيق، الجار. وهذه العادات اللي كنت طقوس كنا نعملها كانت جميلة جدا، وما زالت لحد أن نتواصل فيها، إلا أنه كل البيت يطبخ حاجة يدسها الجيرانة، فتجد السفرة من 7 جيران 8 جيران، وإذا السفرة مملوءة المرأة لم تقدم فيها إلا يجوز الشوربة أو العروق أو فالشغلة حلوة أو شيش كباب، كل الباقي السفرة من الجيران. هو تعظيم شعائر الله حلوة وبتدخل فرحة بالقلب. رمضان بغيب من سنة لسنة ليرجع، سفرته بتلم الكل، العبادات اللي هي حصرا بس برمضان، القلوب لما بتتآلف، ويعني بغير رمضان ممكن كل حدا من العيلة يأكل بوقت، بس برمضان بينجبروا يأكلوا بنفس الوقت على نفس الطاولة بالطقوس هيدي الجميلة. هلأ برمضان إحنا عنا كل إشي غير، لبسنا بتغير، كل إشي بتغير، في عنا أكلات مخصصة لرمضان، الخير بكتر أكتر برمضان، الخير موجود بس بكتر أكتر بكتير برمضان، منحس بالناس الجوعانة، منحس بالناس العطشانة، يعني شهر رمضان هو شهر خير على الكل، وفي له طقوس غير عن أي شهر تاني، فياته فرحة، فياته جوع، فياته عطش، يعني شهر رمضان إشي غير بالنسبة لإلنا، وكل إشي فيه غير. تتوجه الأسر إلى الأسواق استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، حيث يزداد الطلب على المنتجات الغذائية والمعلبات والعصائر، مع سعي العوائل لشراء كافة الاحتياجات قبل دخول الشهر الفضيل. خير الله كله برمضان، سبحان الله، هو شهر الخيرات، فالتبادل والمودة والاجتماعيات مالتنا احنا معروفين بها كعراقيين، لا يعني ما واحد يزود ولا واحد يقوم لا احنا العراقيين معروفين بالاجتماعيات مالتنا، اجتماعياتنا كلش حلوة، والجار يحب جاره والجار يخاف على جاره، وتلاقين صحون رفايته صحون طالعة، وشهر كليته رحمة، وكل ما شاء الله ما شاء الله كل سنة يجي نكون احنا مستعدين له استعداد كامل. الطقوس مالته الرمضانية معروفة اللي هي الصفرة، الرمضانيات، الهلال، الشموع، كل شيء حلو نسويه برمضان. هلأ شهر رمضان نحن كمسلمين بنستنى فيه من السنة للسنة، هو شهر روحاني، يعني شهر بتتقربي فيه لرب العالمين، هو الواحد يعني بحس انه الملائكة بتنزل الطاعات، العبادات، الأجر بكتر، الأشياء الخير بتصير أكتر، الصدقات، التبرعات، هو صيام الواحد يعني بيغسل هيك ذنوبه، يعني ربنا بيغفر ذنوبه. عنا عادات، عنا تقاليد، عندنا أكلات شعبية بنعملها دائما برمضان، وفرحة بعد رمضان يعني بتيجي فرحة العيد وطقوس العيد، فيعني إشي كتير حلو للمسلمين ولكل الدول العالم. يعني هي الطقوس هي المحبوبة بين الناس، وخصوصا المسلمين بيستنوا هذا الشهر لهاي يعملوا هاي الطقوس بالذات، يعني فخصوصا زينة رمضان، يعني حلو انه الواحد يمر بين الشوارع يلاقي زينة رمضان على الشبابيك، على هاي الشغلات، وقت الفطور يكون في اشياء معينة على الطاولة، اكل معين مثلا، السمبوسك، الشوربة، هاي يعني في اكلات معينة. هاي احنا اقول لك شغلة تانية، الفيمتو في حدا بيشربه بغير رمضان؟ ما في حدا، ما بتلاقي حدا. ففي شغلات معينة بس انت بتستنيها، بتستني رمضان عشانها بصراحة. كما تلعب العادات والتقاليد دورا رئيسيا، من حيث تبادل المأكولات بين الجيران واستقبال الضيوف على الإفطار والسحور أحيانا. ورغم التحول الكبير الذي يشهده العالم، إلا أن شهر رمضان الفضيل بقي له طقوس وعادات استثنائية لدى المسلمين. هبة السوداني لبرنامج صباح الخير يا عراق، عمان.